عودة لكم مشاهدينا، وطبعا محطة حوارية أخرى مع كل من الدكتورة نجاح محمد دعنزي، استشاري طب نفسي ورئيس فريق الجودة والاعتراف بمركز الكويت للصحة النفسية، وأيضا الدكتورة مريم القطان، اختصاصي أول طب العائلة وأمين صندوق رابطة أطباء العائلة. حياكم الله، سعيدين جدا بتواجدكم معنا. شكرا شكرا مبروك الساعات، وشكرا على قبول هذه الدعوة. بعد إذنكم عندنا تقرير نشوفه ونرجع نبدأ هذه المحطة الحوارية. إذا دكتورة مريم، مرحبا معك في الحوار، ودنا يعني تعطينا فكرة عن إقامتكم للحملة الوطنية للوقاية من إيذاء النفس بعنوان غد. أول شيء شكرا على الاستضافة. نتكلم عن فكرة إقامة الحملة. خلال السنوات الأخيرة اللي فاتت اهتمت منظمة الصحة العالمية بشكل كبير في مجال الصحة النفسية، وهدفها في هذه السنة 2019 تقليل نسبة الانتحار أو إيذاء النفس. فبناء على توجه منظمة الصحة العالمية وبناء على الحالات اللي احنا نشوفها في الكويت، فكرنا ان نبدي نسوي هذه الحملة. هدفها طبعا الهدف الرئيسي التوعية ونشر تصحيح المفاهيم، نشر التوعية في اعراض او حالات إيذاء النفس او عوامل الخطورة اللي تؤدي إلى إيذاء النفس وتوعية الجمهور. نعم. طبعا حياك الله دكتورة نجاح. وضحت دكتورة مريم الهدف من هذه الحملة، عملية التوعية وغيرها. أنا ودي أركز على المراكز اللي تقدم خدمة العلاج النفسي في وزارة الصحة. عندنا أول المركز الأم، مركز الكويت للصحة النفسية، وهو مركز كبير في يستقبل كل الحالات من الكويت سواء التحويل أو بدون تحويل. وعندنا أيضا عيادات خارجية منتشرة في جميع المستشفيات الحكومية، يعني أقلها عيادة واحدة تصل إلى 3 عيادات أسبوعيا للمرضى اللي هم يلقون صعوبة في مراجعة مركز الكويت للصحة النفسية. أيضا عندنا أخصائيين نفسيين منتشرين في العديد من المراكز الصحية. نعم دكتورة، يعني ودنا نتكلم مع دكتورة مريم عن تحمل شعار الحملة هونها وتهون. يعني شنو يعني ايش معنى هذا الشعار؟ هي الحملة وطنية، فاحنا فريق الحملة عدد من الأطباء كان في عدة اختيارات قدامنا، فكان كنا مركزين ان نبي اسم الحملة يكون كويتي. في شوي أمل، يعطي أمل حق الشخص اللي يعاني من مشاكل أفكار في إيذاء النفس. واستشرنا فيها طبعا خبراء في اللغه وخبراء في اللهجه الكويتيه، فرسينا على هذه هون هوتون. كان في اختيارات ثانيه بس اكتشفنا ان الاختيارات الثانيه مستخدمه من قبل، فهذا الشيء عرفنا انه مو مستخدم من قبل وشوي يحمل هويه كويتيه. نعم. دكتوره نجاح، يعني من خلال هذا العرض وهذه النبذه اللي قدمتوها مع الدكتوره مريم، السؤال المطروح، ليش الشخص يقوم بإيذاء نفسه ونحن مجتمع إسلامي صاحب قيم وعادات وتقاليد غير المجتمعات غير الإسلامية اللي تحدث فيها مثل عملية الإيذاء أو الانتحار بشكل أعلى؟ صحيح، أتفق معك. طبعا إيذاء النفس هو ناتج عن مرض الاكتئاب بصورة كبيرة. إحنا إذا تكلمنا عن إيذاء النفس أو الانتحار يعني في كلام مباشر، سواء كان هذا الاكتئاب ناتج عن مرض عضوي مزمن أو ناتج عن سوء استخدام العقاقير الطبية أو تعاطي المواد المخدرة أو اكتئاب تشخيصه يكون اكتئاب أو مصاحب للعديد من الأمراض النفسية. طبعا الاكتئاب اللي يكون فيه أفكار سوداوية تبدأ بإحنا نقولها ديث ويشز، رغبة الموت، يشوف الدنيا ما تسوى، يعني الأشياء اللي كان يستمتع فيها سابقا ما عادت تمتعه، ضيق، احنا جلوميتوز، تصل الى يعني رغبه شديده اني انا انام وما اقوم. لكن متى يدق ناقوس الخطر؟ متى نقول هذا الشخص يعني في خطر على إيذاء، يعني يؤذي نفسه؟ في كرايتيريا معينه نقلق منها. يعني وين مو كل شخص يكون عنده افكار اكتئابيه، قد تكون افكار انتحاريه. طبعا الموضوع يعني كبير، لو احنا قلنا مثلا رجل مطلق ثم ارمل ثم عازب ثم متزوج، طبعا المطلق اشد
واحد فيهم ممكن تجي الأفكار الانتحارية. ثم طبعا هاي إحصائياتهم ودراسات بناء على دراساتهم يريها الأرمل ويريها العازب متزوج عنده حماية من الأفكار الانتحارية. يعني هذا اللي هذه نعمة لله الحمد. أي نعم 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 دكتورة مريم، يعني في مثلا نبي نتعرف على أنشطة فعاليات هذه الحملة. الواقع الحملة إن شاء الله طويلة المدى، بس لأنه هو الموضوع شوي حساس إذا النفس والانتحار، فراح نبدي خطوة خطوة. راح نبدي بشكل بسيط. في البداية راح نكون إن شاء الله عندنا احتفالية في اليوم العالمي للصحة النفسية، راح يكون إن شاء الله يوم الجمعة 11/10. راح يكون في 360 مجمع 360، راح يكون في احتفالية توعية للجمهور في عوامل الخطورة، الإيذاء النفس، تصحيح بعض المفاهيم. وبعدين راح يكون في تدريب للأطباء والعاملين في مجال الصحة النفسية حول تقليل أو الوعي في استكشاف المرضى اللي عندهم أفكار في إيذاء النفس. نعم دكتورة نجاح، الآن بدخل في العمق يعني وفي عمق التفكير، هل الشخص اللي يقدم على إيذاء نفسه نقدر نغير من هذه الأفكار؟ احنا موجودين لتغيير هذه الأفكار، والحملة أقيمت لتغيير هذه الأفكار. طبعا أنا أعقب على كلام الزميلة دكتورة مريم أن في 9/10 و10/10 عندنا منتقى الطب النفسي اللي مع يعني بالاشتراك مع أطباء الرعاية الأولية لأول مرة في فندق الميلينيوم من الساعة 9-4 لكل المهتمين في مجال الصحة النفسية، وأيضا راح يشارك فيها جهات مختلفة من الداخلية والتربية. تغيير أفكار المنتحر أو الأفكار السوداوية هي أفكار اكتئابية شديدة بالدرجة الأولى. نقف على السبب، أحيانا الاكتئاب يكون مصاحب ببعض الأمراض النفسية، أحيانا يكون الاكتئاب مرتبط باضطرابات شخصية. علاج السبب، لأن المرض الانتحار ما هو مرض اسمه انتحار، هو عرض لمرض. الانتحار هو جزء من الاكتئاب، فأنت لما تعالج الاكتئاب وتقدم الدعم المجتمعي اللازم والعلاج النفسي اللازم، أنت حميت مريضك من الانتحار. نعم نعم دكتورة نجاح، دكتورة مريم، كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية، وموفقين طبعا في الحملات التوعوية الجاية. شكرا لكم. شكرا لكم، يعطيكم الصحة والعافية وبالتوفيق إن شاء الله في حبتكم. على الخير والمحبة، اجتمعنا معكم من خلال برنامجكم، برنامج مساء الخير الكويت. نلتقي معكم إن شاء الله في الغد في نفس الموعد. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم مشاهدينا، وما كنتوا، مع السلامة.